توزيع حوادث المرور عبر الولايات، أين من حيث عدد الحوادث تصدرت ولاية سطيف عدد حوادث المرور ب 383 حادث أدى إلى وفاة 114 شخص؟ من خلال عدد الوفيات تصدرت ولاية المسيلة الترتيب ب 125 حالة وفاة من خلال 288 حادث. من خلال عدد الجرحى دائما تأتي ولاية مسيلة في الصدارة ب 611 جريح 288 حادث. دراسة حوادث المرور عبر الأشهر كما قلت لكم قبيل، خلال شهر جوان، أشهر جوان، جويلية وأوت، تم تسجيل أكبر عدد من حوادث المرور ما يعادل 1977 حادث ب 32، ما يمثل نسبة 32% من مجموع الحوادث. دونك الفترة الصيفية هي اللي عرفت أكبر عدد من حوادث المرور. أيام الأسبوع هي نهاية الأسبوع الخميس والجمعة، أين تم تسجيل ما يعادل 978 و 946 حادث على التوالي خلال هذين اليومين.